بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين واقتفى. أعيدي يا طيور وأسمعينا هديلا يفرح القلب الحزينا، وباسم محمد زف التهاني رحيقا في قلوب المخلصين. فذكر محمد أحلى نشيدا، ومجد محمد أغلى رنينا. ولو طاف اسمه بالروض يوما لأزهرت الربا فلا وتينا، لبدل كل شوك فيه وردا وحول كل نبت ياسمينا. فاللهم صل على المبعوث للعالمين رحمة. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في ثاني حلقات برنامجنا السائحون، برنامجنا اليومية المباشر الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي كضيف دائم لهذا البرنامج. يصحبكم فضيلته ما بين مفردة وأخرى، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم هو العرش. سيسهب الشيخ ما بما فتح الله عليه ليشرح لنا معنى العرش ويطل بعض الإطلالات القرآنية عليه. فأهلا بكم أيها الأكارم، ونذكركم بأننا سنستقبل اتصالاتكم من بداية حلقتنا على الهواتف 0483-02-674، ومن خارج المملكة العربية السعودية 0096-64-830-2674. فأهلا بكم مشاهدين الكرام، وأهلا بك يا شيخ صالح. حياكم الله سيدنا الوطي، حيا الله والإخوة جميعا، أسأل الله لي ولكم التوفيق. ونحن نتحدث إليهم من هنا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله جل وعلا يعني باسمه نبدأ وعليه نتوكل، ونسأله جل وعلا التوفيق والسداد. اللهم آمين. شيخ، بالأمس قلت أن عنوان برنامجنا السائحون يعطيك مساحة شاسعة وواسعة لأن تتنقل ما بين مفردة وأخرى، واخترت أن تكون ثاني الحلقات تتحدث عن العرش. فبداية نرجو من فضيلتك شيخ صالح أن تحرر لنا لفظ العرش لغويا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. كلمة عرش في أصلها تطلق على السقف. قال الله جل وعلا: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقال: جنات معروشات، وهذا في الكرم أي في العنب أكثر منه في غيره، لكن من معانيها أنها السرير. لكن العرب تختلف أحيانا في نطق الكلمة في المراد بمعنى الكلمة بحسب الاستخدام. فإذا كان العرش أي السرير الذي له قوائم عليه نائم فهو سرير نوم، وإن كان يجلس عليه ملك فهو عرش، وإن وضعنا عليه جسد ميت فهو نعش. والمقصود هنا التحرير اللفظي للكلمة في أي حال تدور، وإلا الحديث لن يكون كما تعلم عن الحديث عن العرش بلغوياته لوحدها، وإنما هذه مطية كمدخل للبرنامج حتى يفقه الناس عنا كلامنا. شيخ صالح، لا شك أن المقصود باللقاء هنا هو الحديث عن عرش الرحمن جل جلاله. لا إله إلا الله. ومن حق المشاهد الكريم علينا قبل أن نتحدث عن العرش أن نبين له وجه الصلة ما بين برنامجنا السائحون وبين هذا الموضوع، كي نحقق الهدف المرجو من هذا البرنامج، ألا وهو السمو بالنفس روحيا. نعم، أستل آخر كلامك، أنت قلت السمو بالنفس روحيا. أين نعرف أن الإنسان سما؟ بقلبه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، ويشير إلى قلبه. لن ينال الله دماء لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، والتقوى موضعها القلب. حتى يكون القلب طاهر، حتى يكون القلب طاهرا، لا بد أن يتأمل في المخلوقات الطاهرة. والعرش قطعا أطهر المخلوقات، والعرش قطعا أطهر المخلوقات. السؤال: لما قلنا إن العرش أطهر المخلوقات؟ أين القرينة؟ أين الدليل؟ أين البرهان؟ البرهان أنه استحق أن يستوي رب العزة عليه. فاستواء رب العزة عليه، استواء رب العزة جل جلاله على العرش دليل قطعي ظاهر بين
على أن العرش أطهر المخلوقات. نحن نريد أن نسمو بالقلوب من خلال هذا البرنامج، من خلال هذه القناة، من خلال هذا المكان في قصر قمة المدينة، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خلال هذا البث نريد أن نسمو بالقلوب. لا نستعجل في أمر لنا فيه أنا، عبر 30 حلقة سنحاول أن نسمو بالقلوب. اليوم نتكلم عن العرش، نحلق حوله في فضائه الرحب، في حديث فضائه الرحب نتكلم. فالعرش من هذا الباب وجدنا الصلة ما بين الحديث عن العرش بوصفه مكانا طاهرا جليا ناصعا، وبوصف ما يلزم أن يكون عليه قلب المؤمن من الإيمان والطهارة، لأن القلوب أوعية لا بد أن تملأ، فإن لم تملأ بذكر الله ملئت بضده، فإن ملئت بذكر الله ومحبته والخوف منه والرجاء فيه والخوف منه والرجاء فيه جل جلاله سمت وعلت. ولهذا أرواح الشهداء في قناديل معلقة تحت ظل العرش. فالعرش كما سيأتي له ارتباط كثير بالمخلوقات. هنا الذي يعنينا هنا أن أبين جوابا لسؤالك الربط الصلة ما بين حديثنا عن عرش الرحمن جل جلاله وما بين حديثنا عن برنامج يعنى بسمو النفس روحيا وقلبيا. طيب شيخ صالح، لعلنا ندخل في صلب الموضوع ونزلف إلى القرآن الكريم وذكر العرش فيه، ولعلنا نعرج على بعض آيات العرش أو ونبدأ بآيات الاستواء شيخ صالح، ولعل عندك تعليق على ذلك. نعم، الله جل وعلا عظيم، خلق خلقه لا ليستكثر بهم من قلة ولا ليستنصر بهم من ذلة. خلقهم جل وعلا وهو غني عنهم، وقد أخبر جل وعلا في كلامه العظيم أنه استوى على عرشه، فليس أمام من يسمع كلام ربه إلا الإيمان به والتسليم له، وإن كنا نجهل كيفية ذلكم الاستواء. الله يقول وهو أصدق القائلين: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. وقال في طه: الرحمن على العرش، على العرش استوى. والمقصود من هذا أن الاستواء هنا بمعنى العلو، وأنه جل وعلا استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. كيف نخشى عند ذكر هذه الآية؟ نخشى إذا علمنا أمور مركبة بعضها على بعض. أولها: لا أحد أحب إليه المدح من الله. بعدها: لا أحد أعلم بالله من الله. فهو جل وعلا لا أحد أحب المدح إليه ولا أحد أعلم به منه. فننظر كيف أثنى ربنا جل وعلا على نفسه، فوجدنا أن الله جل وعلا في آيات شتى في صور متفرقة من كلامه العظيم يثني على ذاته العلية بأنه استوى على العرش. ففقهنا بداهة أن الله تمدح بهذا الأمر العظيم، وأنه لو لم يكن خطبا جليلا وأمرا عظيما وسلطانا مبينا لما تمدح الله جل وعلا به، مع جهلنا بكيفية ذلكم الاستواء. كما قال مالك كما حررنا: الاستواء معلوم والكيف مجهول. لكن عندما يقرأ المؤمن الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش يدبر الأمر، إلى غيرها من الآيات التي ذكر الله جل وعلا فيها استواءه العظيم الجليل على عرشه سبحانه وتعالى، ثم إن شاء الله يعني مع بقاء الحديث إذا تحرر المعنى عن العرش يظهر كثير من هذه الأمور المغلقة في أول أمر. جزاك الله خير شيخ. معنا اتصال من الأخ زكريا من مكة، تفضل أخي زكريا. ألو. تفضل أخي زكريا، حياك الله. السلام عليكم، ممكن أكلم الشيخ؟ تفضل الشيخ اسمعك، تفضل زكريا. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال الشيخ؟ الله يحييك يا أخي. الله يحفظك يا شيخ. آمين. تسمعني يا شيخ؟ نعم أسمعك، تفضل. كيف الحال الشيخ؟ الحمد لله بخير وعافية. الله يحفظك، أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله وأجلك. الله يحفظك يا شيخ، أريد أن تبين لنا فضل هذا الشهر، بارك الله فيك. أبشر يا أخي زكريا، أبشر. إن شاء الله نحن نتكلم عن العرش، سنبين قضية فضل هذا الشهر. نعم. في العلاقة بالأعمال. أنت تتكلم من مكة؟ أيوة نعم، من مكة. ونحن نتكلم من المدينة. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما نعم. سر البرق في داج من الظلم. الله يحفظك يا شيخ، حياك الله. شكرا لك يا أخي زكريا، شكرا لك. شيخ صالح، لعلنا ننتقل من آيات الاستواء إلى قول الله جل وعلا: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. يومئذ
يوم القيامة، لكن العرش يحمل قبل يوم القيامة بدليل قول الله جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله في غافر. والقرآن إذا أريد أن يتأمله إذا أراد المؤمن أن يتأمله فلينظر له نظرة كلية. سنشرح المعنى ثم نأتي للقضية التي نريد أن نسمو بها روحيا. فأما المعنى، هذا رب العالمين يخبر عن قيام الساعة، فأخبر جل وعلا: فإذا دكت الأرض دكة واحدة. قال جل وعلا: وجاء ربك، قال: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ثمانية ماذا؟ تحتمل أمرين: إما ثمانية صفوف، وإما ثمانية أفراد. وإن كانوا صفوفا أو أفرادا فهم ملائكة يحملون العرش. جاء في بعض الآثار أن أربعة منهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحلم على لك الحمد على حلمك بعد علمك. وأربعة الآخرون يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. فالأولون يقولون: على حلمك بعد علمك، والآخرون يقولون: على عفوك بعد قدرتك. هؤلاء يحملون العرش إظهارا لجليل الأمر وعظيم الشأن، لكن الذي نريد أن ننيخ عنده المطايا أن نعلم أن الله غني عن حملة العرش. وحملة العرش وهم متلبسون بحال كونهم يحملون العرش إلا أنهم فقراء لرب العرش، وهذا لا يتأتى في الحياة البشرية، لا يتأتى في حياة المخلوقين. فكل من يحمل أحدا على كتفيه فالمحمول هو المحتاج، والحامل هو المستغني، لكن هنا هم يحملون العرش لدلالة شرفهم، قربهم، مكانتهم، عزتهم، فضل الله جل وعلا عليهم، إيتاء الله جل وعلا لهم من علو المكانة ورفيع الدرجة، لا أن الله جل وعلا مفتقر لهم. والمؤمن إذا أراد أن يقرأ القرآن، يعرف السنة، يتأمل في ذات الله العلية، يتأمل بمثل هذا المنظار. ولهذا قال الله جل وعلا: وترى الملائكة حافين من حول العرش. قال بعدها: يسبحون بحمد ربهم. لما قال يسبحون بحمد ربهم؟ حتى لا يتوهموا توهم أن الله جل وعلا فقير إليهم، بل حملة العرش هم الفقراء إلى الله. وقال جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. ما قدم الإيمان على التسبيح، قدم التسبيح على الإيمان هنا لدلالة حتى يفقه من يسمع، من يتلقى، من يخاطب بالقرآن، من يقرأه، من يتلوه، أن الله جل وعلا غني عن هؤلاء. فلا يهولنك أنهم يحملون العرش في أن الله جل وعلا مفتقر إليهم، بل هم وسائر الخلق والعرش نفسه كلهم فقراء إلى الله. إننا تكلمنا عن العرش لأنه طاهر، أما الله فهو رب واحد جليل قاهر مستغن عن العرش، مستغن عن كل أحد. المؤمن إذا فهم هذا، فقه هذا، قرأ هذا، عرف ضعفه، عرف عجزه، عرف فقره، عرف حاجته العظيمة إلى ربه جل وعلا. كان شابا، كان كهلا، كان رجلا، كان امرأة، كان منطلقا، كان أسيرا، كان مسجونا، كان غنيا، كان فقيرا، كان أميرا، كان مأمورا، على أي حال. الناس يظنون أن زيدا أفقر إلى الله من زيد في حال القدر لا في حال التعبد، وهذا غير موجود البتة. لما غير موجود؟ كل الخلق ممن يحملون العرش إلى من يعمرون الأرض السفلى فقرهم إلى الله واحد، لا حياة لهم ولا قيام إلا بالله. لكن فقر التعبد هذا الذي يختلف الناس فيه. فقر التعبد إظهار العبد فقره إلى ربه، تقربه إلى الله جل وعلا بفقره إليه، قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا هو الذي يتنافس فيه المتنافسون، يشمر فيه العاملون، يتسابق فيه المتسابقون. هذا الذي يصل به الإنسان إلى عظيم المكانة وجليل المنزلة، وهو الذي عليه الثواب والعقاب. السلام سبحانه وتعالى يطيبك الشيخ. هو معنا الأخ جابر من جيزان. تفضل أخي جابر. ألو. تفضل، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معي الشيخ صالح المغامسي. حياك الله شيخ جابر، معك. كيف حالك يا شيخ؟ الله حييكم يا أخي. نشهد الله أننا نحبك في الله. أحبك الله وأجلك. نرجو منك يا شيخ أن تبين لنا فضل هذا الشهر في العشر الأواخر. أبشر إن شاء الله، سيأتي زمانها ومكانها بإذن الله. الله إن شاء الله. الله يجعلنا يجعلنا على خير. الله يثبتنا وإياك ويشفينا وإياك. شكرا لك أخي جابر. شكرا لك أخي جابر، في أمان الله. طيب يا شيخ، لعلنا ننتقل إلى آية ثالثة من آيات القرآن العظيم، قول الله عز وجل:
إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. نعم، لعلنا نكمل الأولى حتى يعني يتضح هذه. تكلمنا هنا عن غنى الله جل وعلا عن حملة العرش، وهذا سبيل لفهم الآية الثانية. الشرك أعظم الظلم، ولهذا سماه الله إن الشرك لظلم عظيم. سورة الإسراء خاطبت مشركي قريش وتحدثت عن زعمهم أن هناك آلهة تعبد من دون الله، فقال الله جل وعلا لهم: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. معنى الآية: أجبهم يا نبينا، لو فرضنا جدلا التسليم بما يقولون، ماذا يقولون؟ يقولون أن الله ليس إلها لوحده، وأن هناك آلهة معه تدبر الأمر، تنازعه في ملكه. فقال الله لنبيه، معنى الآية: قل لو كان معه آلهة، لو كان مع الله آلهة كما يقولون، كما يزعم هؤلاء الكفار ويجهرون به، إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ابتغاء السبيل أي ابتغاء الوسيلة للشيء. وهنا يحتمل الآية أمرين: إما أن يكون المعنى أنهم أرادوا سبيل مغالبة، وإما أن يكون المعنى أرادوا سبيل استعطاف. لا تخرج الحال عن أحد هذين الأمرين، مغالبة أو استعطاف. مغالبة أو استعطاف، ما معنى مغالبة ما معنى استعطاف؟ أن يكون المعنى أنهم على فرضنا كما تقولون توجد آلهة مع الله، فإن العقل والعرف والاستقراء والعادة قد نطقت جميعا بأنه إذا وجد أحد على عرش ووجد ملوك ينافسونه فإن لهم مطمعا في عرشه، وأنه سيحصل بينه وبينهم نزاعات وحروب حتى يقوضوا عرشه ويثلوا سلطانه ويصلوا إلى مرادهم. فينجم عن هذه المغالبة ماذا؟ الفساد في الأرض، ينجم الفساد في تلك الدولة، الفساد في تلك المملكة، الفساد في تلك الأمارة. لماذا؟ لأن ليس لها سلطان واحد، إنما سلاطين تغالب سلطانا، فينجم ماذا؟ يحصل فساد. الآن هل يوجد فساد في الكون، اضطراب في الكون؟ لا يوجد، وهذا يدل على أن هذا الأمر غير موجود. وقرين هذا الدليل في قول الله جل وعلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فلو وجد مع الله آلهة لفسدتا. لما لفسدتا؟ أي السماوات والأرض، لأن المغالبة المنازعة ينجم عنها شر كثير، فما يستقيم. بل القدر، وهو القدر لو كثر عليه من يطهو لطلب الطعام، فكيف بملك السماوات والأرض؟ هذا معنى المغالبة. إذن البرهان هنا يسمى عند أهل الأصول برهان التمانع، فبرهان التمانع دليل على كذب دعواهم أن ليس مع الله آلهة أخرى. الحالة الثانية قلنا، ولعلنا نقطعك شيخنا في الحالة الثانية لأنه معنا الأخ بندر من منطقة بدر. تفضل أخي بندر. ألو، تفضل، حياك الله يا بندر. ألو، تفضل بندر، أسمع. أخي كنت أبغى أسأل الشيخ أنا. تفضل الشيخ أسمعك، تفضل يا بندر. السلام عليكم. السلام، حياك الله أخ بندر، حيا الله البدر. يا فضل. شيخ صالح. نعم. والله إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله وأجلك. طيب يا شيخ، بس بسألك تفضل اسأل. بداية اللي هو الأذان ولا بعد الأذان؟ الإمساك؟ أيوه. الإمساك مع بداية الأذان. مع بداية الأذان. مع بداية الأذان، لكن لو كان في يدي الصائم ماء يشربه وأذن وهو في يده أو لقمة وهي في فيه يتم اللقمة ويشرب الإناء لا حرج، لكن لا يتعمد أن ينتهي المؤذن من الأذان ثم يبدأ يشرب أو يطعم، هذا لا يجوز. نعم، الجواب واضح يا شيخ بندر. طيب شيخ، إذا يعني أذن والإناء في يده يكمل؟ يكمل إذا كان في يده واللقمة في فمه، أو حتى لو قلنا إن اللقمة في فيه مع أول الأذان إن شاء الله الأمر واسع، لكن أن يتعمد أن يرفع الطعام إلى فيه أو أن يشرب بعد الأذان ده. نعم، لأنه قد تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. طيب عودا على حديثنا، كان فاصل الليل والنهار هذا محال ضبطه باللحظة، لأن الله قال: علم أن لم تحصوا. نعم، طيب عودا على حديثنا يا شيخ، قلنا هذا في المغالبة. نعم، الحالة الثانية في حال الاستعطاف. نعم، يصبح معنى الآية: لو كان الأمر كما تزعمون هناك آلهة تعبد من دون الله، وهذه الآلهة بوجودها تستعطف الله. نعم، تستجدي رحمته. نعم، تحاول أن تصل إليه، هذا معنى إذن لاتخذوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني تحاول أن تصل بطريقها إلى الله.
فهذا دليل على بطلانها. لماذا دليل على بطلانها؟ لأن الإله لا يسمى إله وهو محتاج إلى غيره. لا يسمى إله وهو محتاج إلى غيره. كيف تزعمون أنها آلهة تعبد وتعظم وتبجل من دون الله وتستخار وتستشار ولا تغدون حتى تأتمروا بأمرها، ثم تقولون إن لها استجداء ورحمة وزلفى لدى الله؟ هذا يمنع أن كونها آلهة. إذن إن كان المراد المغالبة أو إن كان المراد الاستعطاف، فعلى الحالين بطل دليلهم وانقضت حججهم وانفض سامرهم. قال الله جل وعلا: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فلما لم يكن هذا ولا ذاك نزه الله ذاته العلية. قال جل وعلا: سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، عما يقول الظالمون علوا كبيرا. نعود هنا، السؤال الذي يأتي هنا، الله جل وعلا قال إذا لابتغوا إلى ذي العرش، لما لم يقل ولا ملزم على الله إذا لابتغوا إلى الله سبيلا؟ فالاسم العلم لم يأتي هنا، جاء بدلا منه الإضافة إلى ذي العرش. ذي العرش، ذي العرش. قال العلماء: حتى يفهم أن المقصود جليل الشأن وينبئ عن الحسد الذي في قلوبهم، لأن وجود أي عرش، وجود أي سلطان، هذا مغر لأحد أن يناله. ولهذا ينبغي أن نتنبأ، وهذه يعني لم نذكرها في أول اللقاء، في الحقيقة اللغوية أن العرش حتى يطلق على عروش الملوك. نعم. الله جل وعلا قال عن يوسف: ورفع أبويه على العرش. على العرش. وقال عن بلقيس: ولها عرش عظيم. لكن عرش بلقيس وعرش يوسف هذا بما يناسب حال المخلوقين، أما عرش الله فشيء آخر. قلنا: بلغ من الطهر كماله وتمامه حتى استحق أن يستوي عليه ربنا جل وعلا رب العرش العظيم. ولذلك هو أطهر المخلوقات. ولذلك هو أطهر. معنا الأخ مشعل من مكة. أيوة أخي مشعل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي مشعل. كيف الحال؟ وش أخباركم؟ طيبين؟ حياكم الله، يا مرحبا بأهل مكة. تفضل. نعم، وأنتم بخير إن شاء الله. وأنتم بخير إن شاء الله. ممكن أكلم الشيخ؟ يسمعك الشيخ صالح، تفضل مشعل. السلام عليكم يا شيخ. حياك الله أخي مشعل، تفضل. سلام، وأنتم بخير إن شاء الله. وأنتم بخير، الله يحييك. لو تكرمت يا شيخ، ممكن تبين للسادة المشاهدين فضل شهر رمضان؟ أبشر، وهذا السؤال تكرر كثيرا. نعم. وسيأتي في ثنايا الحديث إن شاء الله الحديث عن فضل رمضان. أبشر. الله يجزاك الخير يا شيخ. شكرا لك يا مشعل. يعني يا مشعل، أنت والإخوة الكرام، رمضان مطية عمل، ونحن نحاول عبر هذا البرنامج أن نسمو بالقلوب، ولا ريب أنك قرأت كثيرا عن فضل رمضان. نعم. نحن ننتقل إلى حالة أخرى، وهي حالة كيف أستثمر رمضان. نعم. كيف أجعل من حياتي عملا صالحا في رمضان؟ كيف أجعل من رمضان طريقا إلى التوبة والأوبة إلى ربنا جل وعلا؟ نحن في هذه في هذا البرنامج نحاول أن نسمو بالروح حتى تصل الروح إلى رفعة الشهر، فينجم عن ذلك عمل صالح لعل الله جل وعلا أن يتقبله. اللهم أمين. الله يجزاك الخير. شكرا لك مشعل حبيبي. شكرا. شكرا لك مشعل. شكرا لك حبيبي. شيخ، إذا لم يكن عندك تعليق على آية إذا لابتغوا على ذي العرش سبيلا، بودنا أن ننتقل إلى آية قال الله عز وجل فيها: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. نعم، هذه جاءت في سورة المؤمنون، وهي نأخذها من باب آخر، هي قضية هل العرب كانت تعرف أن لله عرش؟ الذي يبدو نعم، لأن الله جل وعلا قرن إقامة الحجة هنا والسؤال عن الربوبية ليثبت به توحيد الألوهية بمخلوقين عظيمين هما السماوات والأرض، لا نزاع أن العرب كانت تعرفهما. فالله جل وعلا قال: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. المقصود قبلها: قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعقلون. الذي يعنينا هنا أن العرب في غالب الأمر كانت تعرف أن لله عرشا، وهذا يمكن أن نستشهد به بالشعر، لكن الإشكال أن الشعر المحفوظ هنا جاء بعد النبوة، يعني مثلا جرير يقول: لو تعلمين الذي نلقى أويت لنا أو تسمعين إلى ذي العرش شكوانا. لكن هل هذا جرير استله من الثقافة الجاهلية قديما أو من الثقافة الإسلامية؟ كلاهما وارد، لكن
الذي يظهر لي أن الآية سياقها قرينتها تدل على أن العرب كانت تعلم أن لله جل وعلا عرش من قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن قضية الاستواء هذه قد تكون بعيدة عنهم، يعني لم تعرف إلا بالخبر الصحيح في القرآن وعلى لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، قطعنا شيخ المتصل زهير من مكة، ويبدو أن الإخوان من مكة اليوم حبوا أن يشاركوا بكثرة. أهلا أخي زهير، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله، اتصالات من مكة من حبنا في الشيخ صالح صراحة. ما في شك. الله زهير، الله يبارك فيك. شيخ صالح، ما أدري في سمعنا إصدارات لك سابق عن تفسير القرآن الكريم، لكن ما حظينا بجميع بكامل القرآن الكريم، يعني كامل القرآن في الطريق، ونحن الآن سجلنا كامل القرآن التلفزيون السعودي. أيوة. وأظنه يعرض، يعني هذه بداية من أمس عرض قرآن جزء جزء، وإن شاء الله تعالى ينفع الله به. إن شاء الله، نفع الله بكم. شكرا أخ زهير. شكرا أخ زهير. اتصل بأحد الزملاء اليوم الشيخ وقال بلغ الشيخ السلام وقل له أن هناك من يدعو له في ظهر الغيب. ثم اقترح اقتراح وقال أن الشيخ لديه مادة صوتية كثيرة في تفسير القرآن، فهل في فكرة لإنزالها على الورق؟ هذا موجود مفرغة، فرغها كثير من طلبة العلم وطلابه طالباته، وهناك نية إن شاء الله لإصدارها. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن لم يكن لديك تعليق على الآية التي ذكرناها يا شيخ، فلعلنا ننتقل ونقرب ونزدلف إلى علاقة العرش ببعض المخلوقات وفق ما ورد في السنة المطهرة. فأولى هذه الأحاديث حديث أبي ذر المتضمن أن الشمس تسجد عند العرش، فنرجو منك يا شيخ تجلية الخبر علميا وإيمانيا إن أمكن. هذا خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام مسلم في الصحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم له طرائقه في تعليم أصحابه، تارة بالعرض، تارة بالبدء، تارة بالاستفهام، تارة بالتكرار. فالحدب النبوي العظيم والشفقة على الصحابة تجعل الطرائق للوصول إلى تعليمهم تتنوع، لأن أحوال الناس ليست واحدة، كما أن حال الفرد ليس واحدا في مقابلتك إياه، فأنت قد تقابله في ساعة غضب، أو تقابله في ساعة رضا، أو تقابله في ساعة عجل، أو تقابله في ساعة جوع. في كل ساعة تحتاج إلى نوع من الخطاب، مع أن ما سيلقى واحد هو التعريف بالله. أبو ذر أصدق الناس لهجة، لقي النبي صلى الله عليه وسلم، نظر إلى الشمس، الشمس فتنة منذ أن كانت، ولهذا عبدها الناس. وقال إبراهيم عنها في سبيل المحاجة: هذا ربي هذا أكبر. قال: أتدري أين تذهب الشمس؟ يقصد وقت الغروب. هو الآن يريد أن يبين له عظمة الله، لكن تدرج بالخطاب. قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تأتي فتسجد تحت العرش. لفظ كلمة تسجد أستاذي الكريم يعني الخضوع، منتهى الخضوع هو السجود. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، لكن مما منعه أن يؤمن بقدر الله لا يريد أن يسجد، لأنهم كانوا يرون السجود ذلة، وهو قطعا ذلة، وهو لذلك لا يصرف إلا لله، لأن التذلل لله عزة. قال: لا تطعه واسجد واقترب، فإذا تذللت لنا رفعنا مقامك وحمينا بنيانك ونصرناك على أعدائك. المقصود هنا هذه الشمس لا يفقه عنها أبو ذر كما نفقه عنها نحن اليوم قبل الخبر النبوي إلا أنها شيء عظيم، لكن هو يريد أن يقول لها: هذا السلطان الذي تراه، هذا الضوء العظيم، هذه الآية المعجزة، هذا الكوكب المشرق، كله يضمحل يسجد تحت العرش. ثم يقال لها: ارفعي وعودي تبدأ، حتى يأتي يوم لكل نبأ مستقر. هذا من تهذيب النفس الذي نريد به. لا تعتقد أنك إذا أدمنت السفر كل صيف إلى ديار الغرب، أن شواطئ عراه وبارات وملل ونحل، أن هذا سيتم أبد الدهر. كل شيء لا بد له نهاية، حتى يأتي يوم فتسجد تحت العرش فيقال لها: ارفعي وعودي من حيث جئتي،
من أين جاءت؟ جاءت من الغرب، تظهر للناس على الغرب، من الغرب. الناس منذ أن كانوا خلفا بعد سلف، ووالد ولد بعد والد، وهم يتوارثون أن الشمس تظهر من المشرق وتغيب من المغرب. لم يأتي يوم أحد جاءت المغرب يرتقب ظهورها فتظهر. فقال الله جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا الحديث العلميا نقول فيه كيف تسجد؟ الله أعلم. كل أحد يسجد بخاصية جعلها الله جل وعلا فيه. هذا علميا. هذا علمي. طيب. الله يقول: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. نعم. وظلالهم بالغدو والأصال. نعم. فالكافر يمتنع أن يسجد، لكن يسجد ظله. نعم. كيف يسجد ظله؟ الله أعلم. نعم. نعم. أما إيمانيا. نعم. ولعل نأخذ إيمانيا الشيخ بعد اتصال أخونا بندر من المدينة. تفضل أخي بندر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عذرنا أطلنا عليك بندر. لا لا عادي، حياك الله أخي عبد المعطي. أهلا تفضل. الله يحييك بندر. الشيخ صالح موجود يسمعني؟ نعم. حياك الله أخي بندر. كيف حالك الشيخ صالح؟ الحمد لله بخير وعافية. الله يسلمكم وأهنيكم على البرنامج الجميل هذا وليلة المباركة هذه. وطبعا برنامج روحاني ما شاء الله تبارك الله، المدينة المنورة، الأجواء في المدينة اليوم ما شاء الله تبارك الله. نعم الحمد لله. يعطيكم ألف ألف عافية إن شاء الله. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. السؤال الأول بحيث لا أطيل عليكم، الآية ذكرت الرحمن على العرش استوى. نعم. طبعا في دلالة على طول العرش وحجمه وما إلى ذلك. والسؤال الآخر، ما هو الفرق بين العرش والكرسي؟ نعم. ويعطيكم ألف عافية وجزاكم الله ألف خير. أي نعم. يعطيك العافية بندر. ورد أن العرش سقف المخلوقات. ورد أن العرش سقف المخلوقات. وإلى هنا ينتهي النص المنقول صحيحا في الحديث عنه. وبما أنه أمر غيب لا نستطيع أن نتجاوز أكثر من ذلك. والفرق بين العرش والكرسي، قال العلماء بعضهم قال إن الكرسي موضع القدمين لله جل وعلا، والله أعلم بمراد ذلك، لكن العرش غير الكرسي، العرش غير الكرسي. أما حقيقة كل منهما بيانا شافيا فهذا لا سبيل له البتة، لأنه من علم الغيب الذي لم يطلعنا الله جل وعلا إلا على بعضه، فنقف عند البعض الذي أطلعنا الله جل وعلا عليه ونقول تأدبا كما قالت الملائكة بين يدي ربها: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جزاك الله خيرا على سؤالك. كنت تتكلم يا شيخ عن سجود الشمس علميا. نعم. وإيمانيا. نبقى إيمانيا. إيمانيا السجود يورث ثبات في الدين، والإيمان بالعمق، هذه مهمة. نعم. الإيمان بالعمق، بمعنى قد يأتي إنسان له في الدين سنين ولم يبلغ الإيمان منه مبلغا عظيما، ويأتي إنسان أسلم أمس أو كان ضالا واهتدى اليوم فيبلغ الإسلام والإيمان منه مبلغا عظيما، بدليل السحرة من آل فرعون، فإنهم ما كانت لهم إلا لحظات سويعات وأسلموا، فلما أقبل عليهم فرعون بقضه وقضيضه ويهددهم أصنع كذا وأفعل كذا وأترك كذا لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، إلى آخر الآيات. هذا الموروث العلمي الإيماني ما نالوه إلا في ساعات، نالوه بعد أن سجدوا. الله أكبر. الحقيقة التي نريد أن نصل إليها ونحن نتحدث عن قضية علاقة العرش بالشمس، حاجتنا للسجود لرب العالمين جل جلاله. فالعرش، مكان الشمس الموازي للعرش، هو موضع السجود ووقته، لا أن تسجد للعرش. الله. الشمس تسجد لرب العرش، لكن كما نحن نستقبل القبلة الشمس تستقبل العرش.
كما نحن نستقبل القبلة الشمس تستقبل نستقبل العرش. فيورث هذا في النفس إيمانا عظيما بحاجة الإنسان وفقره إلى ربه. قلت إن أبا طالب كان يمنعه من ذلك، أن السجود كان يمنعه من أن يدخل في الإيمان، يرانا في ذلك يرانا دلة. في ذلك دلة. ولو علم أن وراء تلك الذلة عز الدارين لأقبل، لكن كما قال أصدق القائلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يهدي من يشاء. معنا الأخ فواز من مكة، عودا إلى محبي الشيخ من مكة، تفضل أخي فواز. ألو. أيوة تفضل أخي فواز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير الله يحييك يا أخي. ممكن أكلم الشيخ؟ يسمعك الشيخ صالح، تفضل. السلام عليكم. السلام، حياك الله أخ فواز. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبقيك ويرفع قدرك. أشهد الله أني أحبك الله. أحبك الله وأجلك. وأشهد الله يا شيخ أني أبكي معك أكثر مما أسمعك. الله المستعان. والله يا شيخ ماني على قولهم ملتزم، لكن والله يا شيخ أني أحب الدين وأحب الصالحين ولست منهم. أحب الدين وأهل الدين. طال عمرك أنا أول شيء يعني ثلاث نقاط عندي مهمة وأذكرها لك. تفضل. النقطة الأولى يا شيخ، حنا نعاني من الوصول للعلماء، يعني لا هاتفيا ولا موقع إنترنت ولا شيء، يعني نعاني كيف نوصل لهم، يعني يعني ودنا نتوجه يعني الأخوان المشايخ والدعاء، نبغى طريقة سهلة أو مثلا مواقع إنترنت أو شيء، كل عالم كله موقع إنترنت أقل شيء نقدر نتواصل معه، لأن الوصول لكم صعب وأنتم أساسا مشغولين بأموركم الخاصة وما بالكم بأمور العامة. النقطة الثانية يا أخي فواز. النقطة الثانية، طال عمرك في آيات يا شيخ، في آية في القرآن قلت يعني ما فسرت أو لحد الآن لم تفسر أو شيء من هذا القبيل، أنا سمعت لك في شريط. نعم. آية يعني لحد الآن لم يتصل التفسير الحقيقي لها. نعم. تذكر الآية أخي فواز؟ أنا أذكرها. تذكرها يا شيخ. يذكرها. النقطة الثالثة فواز. النقطة الثالثة يا شيخ اللي هو موضوع ظهور العلماء على بعض القنوات. يعني شيخ أنا وجهة نظري إني أتمنى أشوفك في كل قناة، حتى لو قناة أجنبية أتمنى أشوفك فيها. ولكن يا شيخ في يعني في فئة من الناس يعني يحطون هالأمر عائق ويحطون هذا ما أخذ عليكم طال عمرك. أنا أبغاك يعني تبدأ من النقطة الأخيرة وتنتهي بالنقطة الأولى، وجزاك الله ألف خير ويشهد الله طال عمرك أننا نحبك في الله ونحب الأخ عبد المعطي. حياك الله، حبك الله الذي أحببتنا. طبعا شكر لك أخ فواز. وبالنسبة للظهور في القنوات، نحن فصلنا فيها فقهيا قبل سنين، ثم ظهرنا في بعض القنوات التي تخالف تفصيلنا فقهيا، ظهرنا قبل سنة في بعض القنوات التي تخالف تفصيلي الشخصي الفقهي بناء على فتوى بعض الأكابر، وإن كان في النفس من تلك الفتوى حاجة. لكن بالنسبة لقناة فور شباب التي أظهر فيها الآن، أنا أظهر فيها بقناعة تامة ولا أرى تثريب البتة في الظهور بها، بل يشرفني أن أظهر فيها، وأنا أظهر فيها الآن مع أخي زميلي الأستاذ عبد المعطي الرحيلي، وهم أجزل الله مثوبتهم أعانوني على الطاعة بأنهم قدموا بفريق عمل متكامل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا البرنامج يبث منها هنا. ولا شك أن في هذا عون لي على الطاعة أن أبقى في المدينة في رمضان وأنا ملتزم بصلاة العشاء فرضا في مسجد قباء، وهذا يعينني كثيرا ويعينني على أمر جليل عظيم بالنسبة لي، وهو بري لأبوي والبقاء معهما في المدينة. نسأل الله أن يمتع بحياتهما ويرزقني برهما. هذا من ناحية الظهور في القنوات. النقطة الثانية، الآية هي قول الله جل وعلا لما ذكر عيسى بن مريم، قال وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، ثم قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذه الآية قلت قبل سنتين أو ثلاث لم يتبين لي فيها معنى شافيا إلى الآن، وما زال الأمر على حاله، لم يتبين لي فيها إلى الآن معنى شافيا يعني يمكن أن أقوله للناس وأتبناه. الأمر الثالث، قضية الوصول للناس، نعم العامة يجدون نصبا شيئا من النصب في الوصول إلى غاياته إلى العلماء، كذلك العلماء هم أحيانا معذورون في بعض شؤونهم الخاصة أو بعض شؤونه العلمية، لكن أسأل الله أن يقرب البعيد ويسهل الصعب، وأن يعني يزيد من التواصل والتلاحم ما بين الأمة، ولاة أمرها وعلمائها وعامتها شبابها وشيبها، وأن يجمع الناس على الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يخلص نياتنا ويصلح قلوبنا، وأن يعيننا على أن نحب بعضنا بعضا، والعلم عند الله. اللهم آمين. معنا اتصال من الأخ وليد من مكة. ما شاء الله أهل مكة يا شيخ اليوم. تفضل أخي وليد. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم. مساء النور، حياك الله. ممكن أكلم الشيخ صالح؟ يسمعك الشيخ صالح. السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله اخ وليد، الله يحييك، عساك طيب ان شاء الله، الله يبقيك، شهر مبارك ان شاء الله علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه بخير، اللهم امين. الله يجزاك خير. بغيت تفسير ايه لو سمحت من القران، تفضل. اللي هي ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها. نعم، خير منها. نعم. الايه من سوره البقره، ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها. أيوة نعم. الله ألم تعلم ان الله على كل شيء قدير، احتج بها جمهور العلماء بل عامة العلماء من السلف والخلف على أن النسخ موجود في القرآن، وأن النسخ يكون نسخ تلاوة ويكون نسخ حكم، ونسخ الحكم أكثر منه في القرآن من نسخ التلاوة، بل لا يكاد يعرف نسخ تلاوة إلا آية وآيتين وردت في بعض الآثار. لكن مثلا الله تبارك وتعالى ذكر في كلامه العظيم، ذكر قضية كيف يجاهد الإنسان، وأخبر أن المؤمن مطالب بأن يقابل الضعف. قال بعد ذلك بعد أن سخاء الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فعدل من الضعف إلى العشر، وهذا كله من دلائل وجود النسخ في القرآن. وقد يكون أحيانا النسخ لشيء جعل في السنة عمليا، كقول الله جل وعلا فلنولينك قبلة ترضاها، فقد كان الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا في المدينة يصلون إلى المسجد الأقصى. هذا المقصود من قول الله جل وعلا من حيث الجملة ما ننسخ من آية أو ننسها. ذهب عالم أو عالمان في الأمة إلى أن المقصود هنا بالآيات ليست آيات القرآن، لكن الآيات أي المعجزات البراهين التي تعطى للنبي. وهذا القول وإن كانت تحتمله اللغة إلا أني لا أعلم إلا أن عالما واحدا من علماء الأصول قال به، أما جمهور العلماء من السلف والخلف والعلماء كافة قالوا بالأول، وهو على إثبات النسخ في القرآن، وهذا هو الحق، العلم عند الله. جزاك الله خير يا شيخ. يبدو أن ننتقل إلى الوسطى الآن وأهل نجد. أخي فيصل من الرياض، تفضل. الأخ فيصل من الرياض، تفضل أخي فيصل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخ صالح. الله يمسيك بالنور. أشهد الله أن نحبك في الله يا شيخ. حبك الله وأجلك. ونسمع لك كثير من الأشرطة حفظك الله، لكن دائما نأتي يا شيخ. ألو. نعم تفضل، معك أخ فيصل. حياكم الله شيخ. نأتي إلى المدينة ونرجو يعني أن نقابلك ونسلم عليك ونقبل رأسك، لكن دون جدوى، يعني سبحان الله، يعني نأتي المدينة ولا كيف نصل يعني إليك حفظك الله شيخ. والله ترى أنا أقل من ذلك، هذا أولا. لكن هل لك قدوم في رمضان؟ إن شاء الله تعالى إذا قدمت في رمضان أرسل رسالة، أنا فيصل الذي سألتني عن القدوم في رمضان. أنا أصلي العشاء يوميا في قباء، فرض العشاء عندي في قباء، وأنتظر بعد صلاة التراويح أجلس في المسجد في غرفتي أستقبل الناس. حفظك الله يحييك يا شيخ فيصل. شكرا لك. طيب شيخ، لعلنا نعود إلى حديثنا وصلب حديثنا. نعم. ألا وهو علاقة العرش ببعض المخلوقات كما ورد في السنة النبوية، حديث إن الله كتب كتابا عنده عند العرش أن رحمتي تغلب غضبي. نعم، هذا الحديث يدل على عظيم رحمة الله. وحتى يعني الناس، الله جل وعلا من رحمته بعباده أن خاطبهم بما يعقلون، وهذا مهم جدا استحضار. فعندما يخبرك ملك ما أو أمير ما عن شيء يتعلق بخاصته، فهذا كأنما يعطيك شيء من الطمأنينة في أن تثق بقوله، وإن كان الله غني عن هذا، لكن هذا من جملة رحمة الله جل وعلا بعباده. فيأتي في الخبر عدة مؤكدات، أولها أن هذا الكتاب الله جل وعلا كتبه، وأعظم منه أن الله لا ملزم عليه أن يكتبه، وكتب فيه أن رحمته تغلب غضبه. أين وضعه؟ عنده في العرش. فهذا كله جملة مؤكدات بلسان الحال والمقال تجعل المؤمن يطمئن يزدلف إلى رحمة الله. قلنا البرنامج سائحون، نحن في هذا الفضاء الرحب نسيح. الله جل وعلا أرحم من سئل، وأجل من ابتغي، وأرأف من ملك. لا يمكن أن تضيق رحمته عن شيء، قال جل ذكره ورحمتي وسعت كل شيء. فإذا جاء أحد لم يكتب له أن ينتفع برحمة الله فالبلاء فيه،
وإلا رحمة الله وسعت كل شيء. في الخبر الصحيح قال صلى الله عليه وسلم والجسر، تكلم عن الساعة، قالوا ينصب الصراط يوضع الجسر، قالوا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحضة مزلة فيه خطاطيف وكلابيب وشوك بنجد يقال له السعدان، يمر الناس عليه، فمار ناج ومسلم ومخدوش مسلم، أو مار مسلم ومخدوش ناج ومنكب على وجهه في النار. فقسمهم طوائف ثلاثة، حدهم يمر قال في الأول كأجاود الخيل وكالبرق وكالريح يحبو حبو يمشي مشيا، أحدهم يمر دون أن يناله شيء يسلم، الثاني يخدش لكن ينجو، الثالث يكب على وجهه في النار. قال عليه الصلاة والسلام السياق الآن في رحمة الله، فإذا خرجوا يأتي المؤمنون الذين خلصوا إلى ربهم يستعطفونه يرجونه، في من خلفوهم في الصراط من المؤمنين ومن غلبت عليهم المعاصي، يقولون ربنا إخواننا، ما قالوا قرابات، قالوا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، يقول ربنا ارجعوا، من وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. فيحرم الله صورهم على النار. ما معنى يحرم صورهم على النار؟ هذه الجسد لأولئك المؤمنين يدخلون الجنة النار، لكن لا سلطان للنار عليهم، لا تحرقهم حتى يتمكنوا من إخراج إخوانهم، فيخرجون أقواما حسب الوصف. الله قال لهم ثقال دينار من إيمان، فيقولون ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول الله ارجعوا، ومن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان فأخرجوا، فيعودون فيخرجون أقواما فيقولون ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول الله ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوا، فيخرجون أقواما كثيرين فيقولون ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول الله جل وعلا شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيضع يده في النار على أقوام قد انتحشوا فيخرج منها أقواما قد انتحشوا، فيبقون على نار على أبواب الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في محيض السيل، ثم توضع على رقابهم الخواتيم، ثم يقال لهم ادخلوا الجنة فما وجدتموه وهو لكم، فيقولون ربنا لقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول الله جل وعلا ألا أعطيكم أفضل من هذا، فيقولون ربنا وأي شيء أفضل من هذا، فيقول الله أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا، من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث كتابا عنده عند العرش أن رحمتي تغلب غضبي. نحن الآن في شهر كريم، في شهر تقبل فيه الحسنات، تكفر فيه الخطايا، يعتق فيه خلق من النار، فالإنسان يتقرب إلى الله في هذا الشهر الكريم بصالح العمل، صالح القول، كثرة السجود، تسبيح، تلاوة القرآن، غض البصر، كف الأذى، الصدقات، البعد كل البعد عن أعراض المسلمين، مواساة الجار، إعانة الفقير، أبواب الخير مشرعة، وهي في هذا الشهر أوكد وأعظم درجة وأفضل عملا. نعم. طيب اتصالنا الأخير من الأخت ريم من المدينة، تفضل يا أخت ريم. أخت ريم من المدينة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مبارك عليكم الشهر إن شاء الله. علينا وعليكم إن شاء الله. ممكن أكلم الشيخ؟ يسمعك الشيخ تفضل. يا شيخ أنت تكلمت عن مواضيع كثيرة بس ما تكلمت عن عنف الأخوان لأخواتهم، يعني يضربوهم، يكتوا عليهم، ليلة اختبارات نهائية ثالث ثانوي، يعني أشياء كثيرة ما تكلمت فيها، فأتمنى أتمنى من قلبي تتكلم عنها أنت والمشايخ الثانيين. يعني أبشر يا أختي، لكن هو عدم العجلة، نحن البرنامج 30 حلقة وإن شاء الله تعالى سنعرج على كثير من القضايا، لكن نحن نبدأ الآن بتأسيس الموضوع، تكلمنا عن أشياء عظيمة جدا حتى نؤسس لما سنعطيه من قلب. أسأل الله أن يعني يسر لنا الأمر وأن يحفظكم ويحفظنا جميعا بحفظه. جزاك الله خير، يبدو أن الوقت أدركنا ولدينا المزيد للحديث عنه. ختاما إخوتي الكرام أيها المشاهدون،
نذكركم بما ذكر لنا الشيخ أن السجود ذلة، ولكنه إذا كان في ذات الله ولله هو رفعة. أملي أن نلتقي في الغد في مثل هذا الوقت في برنامج السائحون ومع الشيخ صالح بن عواد المغامسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.